عملية الصويت على مشروع قانون رقم 37/15 أعرض المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون للتصويت إجماع. صدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 37/15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 6 فبراير 2015.